ربنا سبحانه وتعالى جعل في حياتنا علاقات كتير جدا، نعم بس بقال مثلا على العلاقة اللي بين الأب والأم هي أساسها المشاعر والفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها جوه القلوب، لكن بالتحديد في الجواز السكن ومودة ورحمة وميثاق غليظ. وكلمة ميثاق غليظ لوحدها أعتقد أنها تحمل معاني كتير جدا، كلمة ليها عمق كبير جدا، وده يعني نتيجة احترام وتقديس الحياة الزوجية والعشرة بين الزوج والزوجة. النهاردة لو احنا بنختار، أول حاجة نبص عليها سواء كان الاختيار للزوج أو للزوجة هي إيه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ماذا تريد تحدد تعرف أنت هتختار إزاي؟ يعني حدد هدفك تقدر تعرف هتختار إزاي؟ حدد هدفك بمعنى انت عايز ايه في اللي هتشاركك انت عايز حياتك او تتجوز عايزه ليه؟ ليه؟ والسؤال مهم جدا، انت بتدور على مين؟ بدور على واحده تكون حلوه قوي 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 يبقى ماشي جنبها، هو بيدور على ده. بدور على واحده تكون عندها شقه اصلا مش قادر اجيب شقه، بدور على واحده تكون موظفه عشان هتساعدني، بدور على واحده يكون الاب له منصب كبير جدا جدا علشان ياخد بايدي في الترقي، بدور على واحده متدينة جدا وحافظة للقرآن عشان تحفظ ولادي القرآن. انت ماذا تريد؟ فهي دي المهمة. مهم افمن يمشي جدا مكبا، ده طبعا هو ده النقطة دي ده خلاصة الموضوع. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط المستقيم. فانت قول لي انت عايز ايه عشان اقول لك تختار ازاي. انا مش هبدأ بالاختيار، انا هبدأ الاول بما هو قبل الاختيار. عايز ايه من الجواز قبل هو ما اقول لك الكلام. انت عايز حد شكله عامل ازاي؟ ده خلاصة الموضوع يا لمياء هاني. يا ابني تعالى، يا بنتي تعالي، انت فاهم ايه عن الزواج؟ ماذا تعرف عنه؟ ماذا تريد منه؟ البنت اللي في بالك عايز ايه؟ في اساسيات مهمه جدا جدا، لازم تكون متدينه، لازم تكون عارفه ربنا سبحانه وتعالى، لازم تكون من بيت، لازم يكون ليها مردود، اقدر لما يحصل خلاف الاقي حد اقول له واكلمه، بعثه حكم من اهليه وحكم من اهلها. فهو ده شرط مهم جدا ان انا لما اجي اختاره. على فكره اصعب حاجه في الزواج الاختيار. صح، بعض الشباب فاكر انه اصعب حاجه في الزواج انه يلاقي شقه، اصعب حاجه في الزواج انه تكاليف الزواج، اصعب حاجه في الجواز مش عارف ايه. لا لا لا، لا. اصل انت لما بتختار بتبقى مقرر انه مش ان انت هتدخل بقى الجواز وبعدين هتطلق، لا ده انت هتستمر. مين اللي هيعيش معاك وهيبقى رفيق الحياه معاك؟ مين اللي هيعيش معاك في بيتك؟ مين اللي هيعيش معاك اكتر ما عشت في بيت ابوك وامك؟ مظبوط، هي اللي بتكمل الحياه هي. ولذلك لازم رقم واحد تحدد الهدف، ماذا اريد. انا لو حبيت يعني اقول لك ممكن تهدف لايه، اعرف مقاصد الزواج. تمام، المقاصد الزواج انه ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه مقاصد كبيرة جدا، انه من مقاصد الزواج انه آية، من مقاصد الزواج انه سكن، من مقاصد الزواج انه مودة، من مقاصد الزواج انه رحمة، من مقاصد الزواج انه ستر، من مقاصد الزواج انه ميثاق غليظ، من مقاصد الزواج العبودية لله عز وجل لانه امرني بذلك، من مقاصد الزواج الذرية الصالحة. الله، ده حاجة، ده شيء عملاق طبعا، شيء كبير جدا. فانت لازم تبقى فاهم يعني ايه زواج. انا مش مجرد رايح العب، انا مش مجرد اصل هم بيضغطوا عليا عايز اتجوز فهتجوز وخلاص. لا 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 لا، خلص اهدى كده والله ربنا يرضيك. ولازم تبقى فاهم يعني ايه زواج ويعني ايه اصلا كمان تربيه اولاد. طبعا، فانت من الاول ومسؤوليه طبعا. مش الحكايه مش ورديه زي ما الكل متخيل. احنا في ايدينا ان احنا نخليها حياه ورديه ولطيفه، بس هي لا تخلو من المشاكل الحياتيه العاديه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا اطار كده خفيف